عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لا يمكنك تخيل كم كنت أخشى الظهور في المدرسة بتلك الثياب البائسة من صندوق المعونات. كنت واثقة تماما بأنني سأجلس في صف بقربي صاحبة الفتاة صاحبة الثوب، وأنها ستهمس وتقهقه وتخبر الأخريات بذلك. ولو ارتديت الجوارب الحريرية لما تبقى من عمري فلا أظنني سأمحو تلك الندبة. هذا الاقتباس من رواية صاحب الظل الطويل لجين ويبستر. ليش شعرت جودي بهذا الشعور؟ كلنا بنعرف أنه ملابس القديمة عند أحد الأشخاص هي ممكن تكون جديدة عند الأشخاص الآخرين، وهذا شيء صحيح، بس يمكن شعرت بهذا الشعور بسبب طريقة التقديم ما كانت جيدة. يمكن لو أنه تقدموا له الثياب مطويين مرتبين نظاف محطوطين بكيس حلو محطوط بهذا الكيس، ولو شغلة واحدة جديدة ولو بقلة شعر مثلا، كان يمكن ما تشعر بهذا الشعور.